مفيش حد بيختار يروح للموت برجليه، وعشان كده كلنا لما بنحس بالجوع فبنفضل نختار الأكلات الصحية والنظيفة. في بعض البشر حول العالم ممكن يغامروا بحياتهم عادي، وده في سبيل انهم يجربوا أطعمة غريبة ومميتة. وده موضوع حلقتنا النهاردة. أنا محمد جابر، والنهاردة هكلمكم عن أخطر الأطعمة الموجودة حول العالم، أطعمة لو كلتها ممكن تدخلك القبر حرفيا. اعملوا إعجاب بالفيديو واشتراك في القناة، ويلا بينا نشوف مين هيقدر يكمل الحلقة الأخيرة. البيض المسلوق بيعتبر أحد الأطعمة اللذيذة والمغذية جدا، ولكن في الصين بيتم سلقه بطريقة مختلفة شويتين. في مدينة دونجيانج الصينية بيتم سلق البيض في بول الأطفال اللي سنهم أصغر من 10 سنين. سكان مدينة دونجيانج بيعتقدوا إن سلق البيض بالبول ليه منافع كتيرة جدا، زي تنشيط الدورة الدموية وتقليل الكوليسترول، ولكن الأطباء أكدوا إن الأكلة دي ممكن تسبب لك أزمة قلبية، يعني بعد ما تاكلها وارد جدا تموت في الحال. لو شفت الجبنة دي من بعيد ممكن تعتقد إنها لذيذة ومغذية، ولكنها في الحقيقة بتعتبر من أخطر الجبن في العالم. الجبنة دي بتسمى كاسو مارزو، وده لفظ معناه الجبنة المعفنة أو الفاسدة. كاسو مارزو بتتصنع في الأساس من حليب الأغنام، ولكنهم بيحطوا فيها أثناء صناعتها يرقات الذباب والديدان، وفي خلال 40 يوم بتفقس اليرقات وبتتوغل الديدان داخل قالب الجبنة، وبعد كده يفتحوها ويبدأوا ياكلوا منها عادي. مشهد مش سهل طبعا على أي حد عنده فوبيا من الحشرات. سكان القرية بيقولوا إن طعمها بيكون لذيذ وكريمي جدا، وإن الذباب والديدان هم اللي بيوصلوها للطعم المميز ده. لو كنت من اللي بيحبوا أكل الجمبري، فخلينا أقدم لك أغرب طريقة صينية لطبخ الجمبري على الإطلاق. الأكلة دي بيطلق عليها اسم الجمبري السكران، وأثناء طبخه بيتم نقعه في البيرة والخمور، وده لغاية ما الجمبري يتشربها بالكامل، وبعد كده بيتقدم الجمبري للأكل وهو سكران. بيعتبر كوكتيل أصبع القدم من أغرب المشروبات المشهورة بكندا، وبيتكون ببساطة من كوكتيل من المشروبات الكحولية، وبيضاف إليها إصبع قدم بشرية حقيقية، ويفضل الصباع اللي هيتضاف للكوكتيل يكون الخنصر. الموضوع ده بيتم بفندق مشهور جدا في كندا، وبيبدأ بإن أحد الأشخاص بيتبرع بصباع رجله للفندق، وبعد كده بيتحنط الصباع 6 شهور تقريبا قبل إضافته للخمور. مدير الفندق بيقول إن أصابع القدم الكبيرة هي الأكثر شعبية، وكل ما كان الصباع أكبر بيكون أكثر إثارة للإشمئزاز والمتعة، ودي حاجة بتعلي من سعر المشروب. في بلاد كتير حول العالم بتعتبر أكل الضفادع حاجة عادية، وده بغض النظر إنها بتعيش أساسا في مية المجاري. في الغالب بيفضل معظم البشر أكل الرجول فقط، ودي بتبقى حاجة أشبه بدبوس الفرخة مثلا، ولكن في ناميبيا بيتم أكل الضفدع بالكامل، وده لأن الضفادع هناك حجمها بيكون كبير جدا. في ناميبيا بيعتبر أكل الضفادع أكثر شعبية من الدجاج، ولكن المشكلة إن اللي بياكلوها دي ضفادع أفريقية سامة، وممكن تسبب لك فشل كلوي أو ممكن تقتلك فورا بتأثير السم. في إحدى الجزر الأسترالية بيتم تقديم طبق شوربة بيعرف باسم حساء الخفافيش. الشوربة دي بيتم طبخها باستخدام أعضاء خفاش حقيقي، وبيتضاف عليها بعض الخضروات والتوابل وحليب جوز الهند. متهيألي معظمنا لو شفنا الخفاش في الحقيقة ممكن نخاف منه أصلا، مش عارف بصراحة ممكن يتاكل ازاي ده، خصوصا كمان إن الأطباء أقروا إن الشوربة دي ممكن تصيب الإنسان بالصرع. فهل لو اتعرضت عليك عزيزي المشاهد ممكن تقدر تاكلها؟ ياريت تقولي رأيك تحت في التعليقات. لو بتحب أكل المحار وكنت عايش حاليا في الصين أو أمريكا مثلا، فلازم تاخد بالك كويس لحسن يتقدم لك قواقع أو محار الدم. القواقع دي بيتم طبخها لمدة 20 ثانية فقط، وده عشان تفضل محتفظة بدمها وملوحتها، حتى إنها ممكن تتقدم بدون طهي أصلا. الأطباء صرحوا إن 15% من اللي بياكلوا محار الدم بيتم إصابتهم بالتهاب الكبد. أعتقد الواحد حاليا ممكن ما ياكلش أي محار تاني بكل أنواعه. أكل الفسيخ في مصر بيعتبر من أشهر مظاهر الاحتفال بشم النسيم، وده بيكون عبارة عن سمك بوري بيتم وضع عليه كمية كبيرة من الملح، وبيتخزن لمدة بتتراوح من 15 يوم للعشرين يوم. المشكلة الحقيقية في أكل الفسيخ لو تم تصنيعه أو تخزينه بطريقة خاطئة، وده لأنه في الحالة دي ممكن يفسد ويسبب تسمم لأي حد بياكله. ده غير إن الفسيخ السليم غير مناسب عموما لمرضى الضغط والكلى. يا ترى ممكن تدفع فلوس قد إيه مقابل طبق من الديدان؟ الديدان من الأكلات اللي بيتم تناولها بمطاعم كتير داخل الصين وخارجها، ولو حاسس عزيزي المشاهد إنك قرفان من شكلها
فحب أقولك إن الديدان دي مش هتقدر تلمسها ببقك إلا لو كنت من الأغنياء فقط، وده لأن الكيلو منها بيصل ل$20,000، وفي بعض الأنواع عالية الجودة ممكن يصل الكيلو منها ل$100,000، والأنواع الغالية دي بيطلق عليها اسم اليرقات الذهبية. استثمار رهيب جدا طبعا. يكفي إن أقولك إن اليرقة الذهبية الواحدة بيتعمل عليها مزادات، واتبعت قبل كده 2 من الديدان الذهبية بمبلغ $1,800. الديدان دي في الغالب بتتاكل نية من غير ما تطبخ، وبتعتبر عنصر أساسي من عناصر العلاج التقليدي في الصين، وبتتصنف كعلاج لأمراض كتير أهمهم الربو والسرطان. الإخطبوط أو الصبيط بيعتبر من الأكلات البحرية اللي معظمنا بيفضلها، ولكننا أكيد بناكلها بعد ما تتقطع وتطبخ كويس جدا. ولكن في المطاعم الكورية الموضوع مختلف، وده لأن الإخطبوط بيتم تقديمه في المطاعم وهو حي ورجليه لسه بتتحرك، حتى إن اللي بياكله ممكن يحس بحركة دراعاته جوه بقه. المشكلة في أكل الإخطبوط بالطريقة دي إنه بيكون صعب جدا في البلع، وفي أحيان كتير بيصاب اللي بياكلها بالخنقة وممكن يموت في الحال. على الرغم إن سمكة الفوجو اتوصفت بأنها السمكة الأشد سمية في العالم، إلا إنها بتعتبر من أشهر الأكلات اللي بتتقدم في المطاعم اليابانية. السمكة دي بتحتوي على سم أشد فتكاً 1200 مرة من مادة السيانيد السامة، وسمها ملهوش أي علاج كمان. السم الموجود في سمكة فوجو واحدة بيكفي لقتل 30 شخص بالغ، وعشان كده النوع ده من الأسماك لازم يطبخها طباخين متخصصين جداً، وده عشان يقدر يتخلص من سم السمكة بالكامل قبل تقديمها للزبائن. وطبعا غلطة واحدة من الطباخ ممكن تقتل الزبون فورا. على الرغم ان النمل بيعتبر من الحشرات المزعجة للبشر في كل انحاء العالم، الا انهم في اندونيسيا بيربوه بمئات الالاف، وده بهدف الحصول على بيض النمل اللي بيعتبر من اغلى الاطعمة في اندونيسيا. كل مربي نمل بينتج شهريا ما يعادل 135 كيلو من بيض النمل، ولما بيضع النمل البيض بياخدوا المربي وبيحطوا في وعاء وبيعرضوا للبيع. بيض النمل في اندونيسيا بيعتبروه غذاء بديل غني بالبروتين والفيتامينات، وممكن يتاكل ني او يطبخ مع الاسماك واللحوم والخضروات، وبيعتبر من المنتجات اللي عليها طلب عالي جدا. وبكده كنت كلمتكم النهاردة عن اخطر الاطعمة الموجودة في العالم. يا ترى حابين نتكلم عن ايه الحلقة الجاية؟ قولولي رأيكم تحت في التعليقات، وقولولي كمان ايه اكتر اكلة لفتت نظركم في حلقتنا النهاردة. وطبعا لو لسه بتسمعني لغاية دلوقتي فانا بشكرك من كل قلبي، وده لانك اكيد من الاحرار اللي قدروا يكملوا الحلقة لاخرها. كمل جميلك بقى، وانزل اعمل اعجاب بالفيديو واشتراك في القناة، وده عشان تشجعونا نعمل لكم حلقات تانية مماثلة. كان معاكم اخوكم محمد جابر، واشوفكم قريب جدا في حلقة جديدة.